هذه الرؤيا كانت عام 2007. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأيته يسير، وكان الشيخ الطريفي يسير خلفه، فكلما مشى النبي إلى مكان مشى الطريفي خلفه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل من مكان كانت يابسة إلى مكان فيها ماء ثم جزيرة، وكانت مشية النبي مشية عظيمة مستقيمة. وكان الشيخ الطريفي يعني أيضا حينما دخل في الماء يعني كان ينبز نبزا ويسير خطوات دقيق وإيده بحيث لا يستطيع أحد أن يسير مثله. وكان الشيخ الطريف يرى وجه النبي كاملا، وأنا لم أرى وجه النبي في تلك الرؤيا، وكأنني رأيت نورا في وجهه. وأولتها بصلواتي وأولتها بأن عملي لا يؤهلني إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيا حق إن شاء الله تعالى. والشيخ الطريفي نحسبه من أهل الخير والفضل والعلم والإحسان.